نعم. وذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. المخلوقات كلها هذه حادثة، العرش والسماوات كلها مخلوقات حادثة بعد أن لم تكن. أما الله جل وعلا فإنه لا بداية له، لا بداية له. أين يكون قبل خلق السماوات والأرض؟ كان في السحاب، عماء يعني سحاب، ما فوقه هوى وما تحته هوى، لأنه ليس بحاجة، ليس بحاجة إلى السماوات والأرض والعرش، وغني عن ذلك سبحانه وتعالى. هذه مخلوقات الله غني عنها، نعم، هي التي محتاجة إليه، نعم. قال: في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. نعم. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق. نعم. فيما ذكره الخليل خليل بن أحمد الفراهيدي إمام أهل اللغة. نعم.